بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل الخلقية التؤدة ويضادها التسرع فإن التؤدة من جنود العقل التؤدة بمعنى التثبت في الأمور والتفكر وعدم المبادرة من غير تفكر، الإنسان في حياته كثير من الأحيان يرى قضايا أو يبتلى بأمور، هذه الأمور لم يكن قد فكر سابقا في كيفية التعامل معها فإنه إذا في هذه الأمور بدون تفكر أسرع كثير من الأحيان تصرفاته تكون تصرفات خاطئة لكنه إذا فكر وإذا تأنى وإذا استعمل التؤدة بمعنى عدم التسرع بالتفكر وبالفكر يصل إلى بعض الحقائق وبعض الأحيان بحاجة إلى مشورة بالمشورة يصل إلى الحقيقة أو كثير من الأحيان يصل إلى الحقيقة أما إذا بدون تفكر تصرف تصرفاً غالباً يكون ذلك التصرف خاطئ وكثير من الأحيان لا يمكنه أن يرجع عقارب الساعة إلى الوراء، يقال أن سبب كفر أبي لهب وعناده على الكفر إلى لحظة موته هو أنه حينما سمع بأن الرسول صلى الله عليه وآله بعث كان في حالة نفسية غير متوازنة لعله كان في حالة غضب أو في حالة مشكلة أو ما إلى ذلك فأسرع بالإنكار حينما أسرع بالإنكار لأنه قال هذه الكلمة أراد أن لا يتنازل عنها انتصارا للذات لأن كثير من الأحيان الإنسان يتصرف تصرف سواء قولي او فعلي، وبعد ذلك يعلم بانه خطا، ولكن لا يريد ان يظهر انكساره امام الاخرين، فيعاند على خطئه. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، هذا الانسان يرتكب الاثم، ثم تاخذه العزه بذلك الاثم، فيعاند الى ان يدخل في نار جهنم. اما الانسان الذي لا يسارع في الامور التي لا يعلم النتيجه فيها بالتفكر يصل الى الموقف المناسب وبعد ذلك اذا شخص الموقف المناسب عليه ان يسارع لانه اذا علم بان هذا الموقف صحيح فالتاخير لا معنى له، لذا الايه الشريفه تقول انهم كانوا يسارعون في الخيرات. يعني اول الموضوع يثبت لهم ان هذا خير، بعد ان يثبت هذا الامر لهم يسارعون فيه. لذلك المسارعه الى الخير لا تنافي التؤده، لان التؤده قبل معرفه ان هذا الشيء خير او ليس بخير. مثال ذلك في المسائل الاجتماعيه او الاقتصاديه او السياسيه التاجر يريد ان يتاجر لا يعلم بان هذه التجاره مربحه او فيها الخساره اذا اقتحم وتضرر يلام لكن اذا استعمل الموازين الاقتصاديه وفكر واستشار فوجد ان هذه فرصه فيها مثلا ارباح ماليه عليه ان يبادر فورا لكي لا تفوته تلك الفرصه كذلك في اعمال الخير وفي المسائل الاجتماعيه فلذلك علينا ان نعرف الخير واذا عرفنا ذلك الخير بعد ذلك نسارع في ذلك الخير نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتفكرين، ولأن نسارع في الخيرات. هذا وآخر دعوانا، أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.